المتدخلين التدخل ديالهم تدخل كلها كانت إيجابية يعني في صالح المكتب السابق، إلا أن يعني تنظيميا التقرير الأدبي والمالي يعني يناقش من طرف الإخوة مجلس الفرع، يعني لا يتطفل أي أحد مثلا أنا إذا كانت مسائل تنظيمية نقدمها للمكتب، مسائل توجيهية نقدمها للمكتب، ولكن القانون الداخلي ينص على أن أعضاء مجلس الفرع هم الذين لهم الحق في مناقشة التقرير الأدبي والمالي. الإخوان، هل من ملاحظة من طرف الإخوة أعضاء مجلس الفرع فيما يخص يعني ملاحظة مباشرة فيما يخص التقرير الأدبي والمالي باش نفوتوا للمرحلة الثانية؟ أعضاء مجلس الفرع، أعضاء لجان مؤسسات باش نعرف غادي نديوها بالمقلوب. من يتحفظ من لجان المؤسسات؟ من يتحفظ على التقرير الأدبي من لجان المؤسسات؟ أظن بأن هناك إجماع، إذا نشرنا التقرير هناك إجماع أو المصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي للمكتب. ننتقل للتقرير المالي، نظن بأنه لا يختلف اثنان على إذا ما وفره المكتب السابق. إذا هل هناك من متحفظ أو معارض لما ورد في التقرير المالي؟ إذن أظن بأن هناك كذلك المصادقة بالإجماع على التقرير المالي. إذن هكذا الإخوان، صادق المجلس بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. الآن لا نقبل الإعلان. احنا عاود ما نكونوش ناكرين الجميل. انا هذا كما نقولوا هذه مدرسه وماشي غير بن طيب، اعتبر المناضلين ديال الدريوش هما البوصله ديال الجهه. هذا بغينا ولا كرهنا بوصله ديال الجهه، الناس اللي كيخدموا مؤسساتهم، الناس اللي خاطرهم هي انتهازيه، الناس اللي عندهم مشروع وباغيين يخدموا، الناس اللي عندهم غيره على التنظيم. اذا هذاك انا باسم مكتب جهوي كنشكر جميع المناضلين وجميع من تحمل العبء وباش يرفعوا القيمه ديال الفعل النضالي النقابي الاقليمي، وادعوهم كذلك اننا في المكتب الجهوي نفتقد لبوصلات الاقليم. راه عندنا فراغ، وخصوصا ان المنطقه كتعرف مشاكل كثيره، منطقه بتضاريسها ومشاكلها، ولكن ما كاش ممثل عندنا في الاقليم. اذا هذه دعوه نوجهها للكاتب الاقليمي وجميع اعضاء المكاتب على الاقل الاسبوع المقبل باش ينتدبوا لنا واحد جوج.